الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته لن تخلو الأرض من الحجة. خطوة أولى، الصوفية أولى من الشيعة بالولاية ولا تخلو من الحجة، والإمامة إن تمت. خطوة ثانية، الكبرى لا تستلزم ولا تثبت الصغرى، الفترة تبطل الحجة والغيبة. خطوة ثالثة، لن تخلو، لا تبرر هروبا وغيبا، وإلا ساخت، تدليس قبوري. خطوة رابعة، القرآن يكشف كذب وتدليس لن تخلو من الحجة. خطوة خامسة، موثقة الأربعمائة تؤكد انقطاع الرسل وتكذب لن تخلو. البث المباشر يوم الاثنين الساعة 8 مساء. المرجع المهندس الصرخي الحسني.